تعالوا دلوقتي بقى نروح لموضوع حلقتنا وناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا وموضوعنا كان بيتكلم عن انتصار نادي الزمالك برباعيه على حرس الحدود وتحقيقه الفوز الرابع على التوالي في مسابقه الدوري الممتاز تعالوا نشوف كده اراء جمهورنا على السوشيال ميديا وهنبدا من عند عمر اللي بيصبح علينا وبيقول طبعا فوز عظمة لنادي الزمالك الصراحة اللعيبة كانت رجالة عملوا ماتش حلو جدا ولكن أحلى لقطة العالمي شيكابالا إن شاء الله الدوري زملكاوي مريم بتصبح علينا وتقول ألف مليون مبروك الفوز الزمالك يعبر الحدود ويحقق الانتصار الرابع على التوالي نستحق الانتصار عن جدارة واستحقاق شابوه يوسف أسامة وشيكا وزيزو وكل اللعيبة قدموا مباراة روعة واتمنى نستمر في نفس المستوى الزمالك قدم عظمه اللعيبه فرحونا زي ما عودونا اهم حاجه مواصله الانتصارات في المباريات القادمه وكل الدعم والتوفيق للفارس الابيض تحياتي ليك يا متالق اشكرك جدا شكرا جزيلا يا مريم احمد عيد صباح الخير عليك صباح الخير يا احمد نهارك ابيض مليون مبروك لنادينا الحبيب وشويه شويه الزمالك هيكون اقوى فريق في مصر وافريقيا واهم حاجه الاستمرار على نفس الاداء ومواصله الانتصارات في كل المباريات وباذن الله الدوري زملكاوي ان شاء الله يا ابو حميد ان شاء الله بشكرك وبشكر كل الناس اللي دايما بتتابعنا وبتبعت لنا ارائها في موضوع حلقتنا على هاشتاج نهارك ابيض